قدم كل ما عنده من أخواته وأبناء عمومته وأسرته، وبالأخير قدم أمره وحياته مزخرا في سبيل العراق. تمثل خسارة فادحة لأبناء الشعب العراقي، لأن كان علم من ورمز من رموز الدين ورموز السياسة العراقية. نازل العالم الإسلامي والشعب العراقي بهذا المساء الجلال، وهو فقدان السيد عبد العزيز الحكيم الذي عرف حياته بالجهاد والعلم، وهو من عائلة علمية مجاهدة. ولا يموت الحق ولا يموت الدين بموت القائد، إنما تعيش الأمة بموته، ويرفع الدين صوته إن شاء الله.